طيب يمكن واحد يقول بس إيش المشكلة إذا كان استخدمنا العقل مع مثل هذه الأحكام لتغييرها؟ أقول أنه بنوجد منظومة حقوق جديدة تسحبنا للتلوث والفساد في العالم المتقدم، وتسحبنا إلى التخلف في العالم الإسلامي العربي. هنا في خطورة باستخدام العقل، وهذا اللي بحاول أسويه، إني أثبت لك إنه الشريعة إن طبقناها من غير ما نغيرها هي الأفضل، فلا نستخدم عقلنا معها زي ما صار مع الفقهاء المتأخرين مع الأسف، وراح أوضح إن شاء الله باستخدام السياسة الشرعية والمقاصد وغيروا الأحكام. فنستخدم العقل كأداة لتقصي الحقوق وليس كأداة لتغيير الحقوق، وهذا فرق، وهذا أكد عليه القرآن